السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي ونكسن داود يال ملك استود نقد داون سانو مو قيق يعد كي يجو بيدق سو قاريو وبرنامج كني هالأبور كهير قلي أو هذا هنو كلا عد كداوتان شاشة ستار تي في بدنا وبرنامج كهالأبور كهير قلي وحنيدن هر كنا هالأبور دائر أم به هالأبور سوقي هنا لكن عاو كدوين هاي برنامج كهالأبور كهير قلي وحن نقد يبرأ أفسو مالجا ربحنت أفسو مالجا إنه كبران دون عاو وحين هر فردي معالن وين إلهي باوينو إن بدن معلن أها ديجي تري أفسوغة أفسو ماليغة يسوغانتا مصطفى عبد الرحمن محمود وكما قعدير هنغول أو ديجا سلامة سكندري إسكول مصطفى كسو دوو برنامش كهال أبور كهير غلاي يولي بشاشة دا ستار تي في بسم الله الرحمن الرحيم حمدا مكوري بانو أسنطاي بدن كا يمحال رأي تلبفيشن كا ستار بوان مهالنا قيا أو يسامحي عاوين عمالكن ومطاي دي برشدي دكرا هلو أقوم تهديه يعني كرنا هنا أنوقك ديو. سلعت شفتنا وحنا هاي برام حنا غيري. إلهم تدي شنو تونا كسم الله هاي بيوت بيه بكدي تكسير سرعة سوماليكا تكسير سرعة محل رأي سوماليان. and مدوينكا سومالي بايولوجي يقولي بإنجليش لكن لما وقت جو بفرح بدنا هاي بيوت بيه وحنا كانت كوهي سو أنت أفك سوماليكا. أو حقيقة أنا محلرها وايد أما هوبي نفط إذا كنور أو محلرها أي ملك استوان شو ذا بيجي شو؟ إن وات هاي معلن هنقول كل أنتي وذا جرنا سنة جرت سي أنتي عن جرنا يعني ما قعيس وما قشم وقيس وهر سنة نعى وبرت سي إن هنقول محلرها دورت واقمة مصطفى أنتي إنه نو جد جيل العو سوغان تا يولي بدقن كي هرا يولي بهير جوراجي يو موضوع إذا فرها بدن تحنا هاي نوع هندونا. أتان واقمة كتشوهرو وحنا قاطعين سواش شو يعني سواش سادي ويدي تاي مع تاريخنا ولا تكاد منو بشيء كتر أنا قا مقعد هو مستفع عبد محمود وحنا قوم قاعد يرا يعني قال كوني أسأل بقول يتدوي له من كمان مقعد هالبيس كل شيء مع لراي تكسو خاصة بحياة بير عي أنا ما برش لي دي بداية جاهد كقاطعي ما برش لي تكسو كسرة عمر بن الخطاب سكان دري سكول سكول لون شري أيام كبابا أيام مساري وحكي لي كشرتي أيام حكوا برتاي مركز دم واحد كم ده على غير هذه نسيب كوه شيء نتاع عمادي سوماليا هم فت سوماليا دي برتاي كم ده حالة رأي تفكي قراي حالة رأي كلية دلوقتي كم بيرها بعد كوي كتالي حسا هاته تقال هذا يبرو كي كود هم بكي سوماليا تسامي أوي كم هذا سنة قرن ما يصير أي تقال هذا النوع ده إن بحين تأكد بيه وهم كنا على سوماليا هم ملاين يا مركل غريبة تي تشوفوت يو توبيا كل الكشنات او انت وليو سؤال الدكتور وحنا هينين اول ديال يا هبين ما لا راهي كتوسين كل شيء على ونبدا لفتر كي او ان اسكو داينا مير كارا او يعني وان دونينا كغا هضو سدا وطن كايغا يا اف كايغا يو بغان كايغا مو غباطو واخا كاملها ان غدا عرب كايغا دميسدمو دا انا كدح توسي ولوينها كون كسديري كشكتي قبوق يدا كتران حمودا ولا ما دوف ما دافس عيدا طبعا ابو كي ميدا ددنكيدا ان دو صعب كاس حتو بيس دافشي مركا وحنا هيني كان سوماليغا اي دكنكيسا يودنكيسا كو قرصونان بدد ونولاي رما ان وات هاي برامج كهلابور كهير غلاي الا بو خيدينكيني جري قف اقون يو محالراد ككرستان يو اقونات ككرستان هنقول ومعلن سوغانت ياف سومالي قديقة وكاينو شيغي درتبو كفري اراه دي سيهورة إن انو سومالي ميل آنا حينو سومالي دكتو آنو هبين كليا سيحانين و سومالي اندقين يونو ششيه تيجينين تاسينو وحي تسالة ينوغو تحي إن ادالين يرادا ودا تهريبتا دول كوغي هويا كتكتاي اي كود دايدان او وليبو او نقضة تسالة لأن هنقول وان كايدو مهد علينا برامش كان قروح دا بدل لأنه يبا هذا ستار تي في بدعاونا لهور فردو هادين اوقو دا قلنا موضوع عين عاوة انو كهد لينو ايري بحنتا اف سوماليغا اي لحريدا هنان كا داقان داقالي ايد ايرير قوراغا مركن لين اي هنان كا داقان داقالي تولو محاينو اف سوماليغا نيم ان اف سوماليغا ان ايري بحنتا اف سوماليغا محونو قنايا أرتا لابد ايري محال ايري هنان كا داقان داقالي اي ايري بحنتا وانو ايري وبحان شرح أرجع إربين ويكو كومي هاي لبا إري أو سكول إري أو كلا إري يبين وحي لحري ران وإري يضا قارك موضوع قارا ما رين قارا لغا قهالا يا إربين لغا
عطيمة الرقلة شلني ما كتشوكتا مع المدان مع الصومالية هاي ويا بانكو هاي وحن عضا هذي يتشاك مركا انو يسكو افكرون وينا افكي يقو بوريا عاني قاية عطاق يتوكر تصالة حان هذي يتشاك روح عن تصالة وكسو قاطعيو عن وحكو فاسية عفوك الشيء اريقا محالا يرضاي يسو حسوسو ان اري بحين وا اري ودقما اما هلكو دلقا استعمالو استلاحات او اللغة العربية اما ترمينولوجي او مترولوكالي انجليش وي هنان كان دقا دقالي مركا ليه ومد كستوه لهي عالم كوكو أبوري وحي اللي ضحي حب نولوليات واي نرشي دو تشلطو واي كلاسوه بحضو محالي داي منافعات كده سالانا دين سعودي ربيك وصو قادم تي بير كتا عسكاها دي يبسني ساوحا وكو بي ميسين حشتا سيداس اوكالي ومد الصوماليات بحويان قيمهي دي يوح كستوه يوح كو قيماني ساوحا وكو حيدين يهي ناف قحولها اه اي نور اي نمعوري يقنان باه مدام وحنان كيني دقان دقال ورد منو كوريني نفقا حولها أفكيني إريبحنتي نينا وحي كوريران تاي أما يوكو بضان تايو كلياتا محالي رايح ناكا دقان دقال ووحال لوران كراب قول كيبان كبضان تطبات نافك سوماري داني سديت البقاري وإرأيو أسر كود وكسو تشيدو نفقا حولها حرديسا ديغان كيسا تاقيسا يو مالك استعمى محالي رايح قنجيسا مولاد إكلا دوين كحالي een waa tahay kulli mowduuc ee caawa wuxuu een erebixinta af Soomaaliga oo buu ku guda jiraa marka la leeyahay guri een af Soomaaliga hore markan ku noqonay deemiga dabar go'ay deen lahayn boot cidibay noo garan mayso ay maxay raadahan goolow tolo gurigu muxuu ka koobnaa muxuu aha ereyga boot sidee baynu ku soo celin karnaa dhalinyarada maanta aynu u gaarsiin karnaa een horta maanta waxa nool ereyga guri la yiraa laakiin ereyga guri وأنت سيدو وجيرو إلوديك سيدو كان إما كاين كوتشنو وجري وأنت سيدو وجيرو مكالوديك سيدو لكن أول جو هاي هنانكي ندى كان نقالي جورو جورو كايبتو أوتا كاكوغن إي غوطا وهيرو يالو هادا مكا لايسكوترو أكاكا أمو هويجا ونورا بلادا وكالو يو هويجا أي نف كورها أو هانتيدو دي أحيد وكالا مكا لايسكوترو أيوه وضع أهل السكون تري بود بود كاسي وحقك قابنا لما قيود سلاين هربوا شكلني أقل كيب لآدم يتدك كلي أو أكل بحاجة أقل كيب إسناء أو إما كأقل صومالي قلاصي فول حماي سانة بول بابا كشيعاني لكن وجهه رد السلون تري تسلون تري وجهه رد ويا قيود لبعض وحقك قابنا بود وحقك لك عشرتين واب طب يحول ربع كلا واب تدخل كلا تصالح واب يها بلوع أو سمين شرينا كلا إيو محل هنا ضاي واب يحولها أو كلا أرتاعي والله بها بلو 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 هذيك سنتري إنه حال كمان تبغى تدخل نوبيشلو أو كلا وكويس كوب يو راشي كلا كرسوا إيو وهي أقل كوكب سمين يو قال هو أنت بطن حك عاو اللي بطن يرضى إنه أرتاع سهلا أو سكان أرتاع لونيشري وين kasaan shaqay aqal kisoo maxalayda boot kisoo maalidu waxa ka kooban yahay labada qaybood oo qaybina ay oodun tahay qaybina wixii aqal ku Soomaaliyo ka samaysnaa kuna fiican in mid kasta baga kisoo baxdo in hadii aan soo qaadano guriga la degan yahay reerku degan yihiin waxa ka kooban yahay guriga marka la jiray alxamdulillaah waxaan maleynayaa inuu dugo jeedo qaybta oo Soomaaligi oo dayay isku jiray guriga ee dhaqankeena hore dadku deganaayay wayay waxaan jeclaan lahayn inuu kala qaadno oo aynu marna ku horeyno boot kan gudhiisa waxa ku jira wixii ooda marna aynu ka hadalno boot kan wixii gudhiisa ku jira wixii aqal Soomaali ama dasa waxaan jeclahay inaan ku horeyno waxa la yiraahdo ee wixii ooda ooto waxa blaam jirtay maalinta uu reerku guuro marka uu reerku guuro waxa la soo saami jiray guri ama meel guri dib ku haboon oo la deyn karo guriga la soo saamiyay wuxuu noqon jiray kain aan weligeed iyo alleheed hore ood loo dhigin oo qormo la yiraayo guri cusub laga yeelay ama wuxuu noqon jiray guri oodiisi inta ay madoobaatay oo hore loo degay madoobaatay dabadeedna dega la yiraa mararka qaarkood dhulku inuu boor yeesho laga boqo ayaa waxa la raadsan jiray guri kale oo oodiisi laga yaabo inay inta ugu badaniba ay baabaday لكن
raadkii oo tusaale ahaan tigadii xoolaha oo kale ay sii hadhay halkii xerad u ahay aanay weli boodooyin kaana waxaa la odhan jiray jabad kaana waxaa la odhan jiray maxay jabad jabadkaasi marka uu sii madho ee uu noqdo kayn daaq uu isu bedelo isaga laftarkiisa waxaa la yidhahdaa ard haddaba maadaama aynu gurigii ka hadlayno kow hawsha koowaad ee inoo taala maanta caawa waxaynu doonayaa inaynu geedi galo innagoo telefishinka dhex fadhina marka aynu guuro hawsha koowaad ee inoo taala waa hawsha la yidhaha yagleesha waa hawsha loo yaqaana maxay yagleesha ereygaasi waa erey aan hubo inaanay dhallinyarada intooda badani maanta aqoon laakiin waa hawlqabadka oo dan la xidhiidha wax kale maha yagleesho waa hawlqabadka ee oo dan la xidhiidha hawlqabadka oo dan la xidhiidha ee yagleesha la yidhaha wuxuu ka bilaabmayaa muxuu agab u baahan yahay muxuu ahe agab u baahan yahay agabkiisii saddex shay ayaa muhiim ah in la haysto maalinta reerka la oodayo saddexdaa shay waxay kale yihiin gudintii geedka soo goynaysay hangoolkii ooda la iskaga qabanayay ama lagu habeynayay iyo garabsaarkii oo ahaan jiray harag aan weyneyn oo garabka la saarto oo qofka ooda qaadaya jibkiisa ka ilaalisa wixii qodax iyo hagardaamaka ka imanaysa maxay ooda way markii intaa laga soo gudbo haddii uu gurigu yahay maxaa la yidhahay guri degan hore ahaa ood buu baahanyay haddii jabad la degana ood kasii badan buu baahan yahay haddii la yidhaha waa la qormaysanayaa kayn cusub la degana ood badan buu baahan yahay maadaama ooda faraha badan loo baahan yahay had iyo jeer laba hawlood oo isgarab socda ayaa mar keliyata wada dhici jiray labada hawlood waxay ahayd garaacistii ama goyntii ahaa ooda iyo guristeedii had iyo jeer ninka isbidaya ayaa wuxuu isu dhigi jiray inuu isagu ooda ninka goynaya noqdo ka gacanyaraha la bidayana had iyo jeer waxaa lagu hallayn jiray ooda guristeeda dabeetana gacanyarihiio tusaale ahaan rumaysan in hawsha uu isagu haya ay ka culus tahay ta garaacista waatii ay labadaa ninee midna uu garaacahayay midna uu gurahayahay isku xafiilayn jireen heestii soomaaliga ahayd ee maalinta yagleesha la xusuusan jiray ee odhan jirtay garaaciya gure gura hawl badan garaaca isbida way oodii marka la garaaco talaabada labaad ee loo gudbaya waxa weeyaan iyadoo ay ku xidhan tahay kulba awoodda cidda wax oodaysa yacani ninkii soomaaliyeed ee xoog ahaa uu ka xishoon jiray inuu ood jiido sidaa darteed waxa uu samayn jiray waxa la yidhaha tis buu samayn jiray tisku waa oodii inta badan marka laga reebo laanta fadhiisatada la yidhaha ee sida geedka u baxday qaabkaasu kale u fadhiisata waxa weeyaan oodi waxay ka kooban tahay laamo dhacama oo kalaa oo sida gacanteedaas oo kale u samaysa marka laamahaasaa layska horkeenayaa qaab ay u fadhiistaan baa loo samaynayaa hangoolka aad loogaga shaqaynayaa lagu dhiibinayaa in uu nin mar qaadi karo ayaa laga dhigayaa dabeetan intaasaa waxa loodhan jiray tis way mararka qaarkood oo cidda maxaa la yidhahdaayay ooda guraysaa ay tahay cid aan lahayn awoodda ay ooda intaa le ku qaadi karto waxay ku kalifi jirtay in la jiido dabeetana halkaana maamaa soomaaliyeed oo lagu guwaabinayay ninkaa ooda intu tiso qaadi kari waayeeyo jiidaya ayaa maxaa la yidhahay lasoo qaadan jirayoo ah oodi qaadis iyo jiidis waa isla rogageyn way marka qaadistaa guristaa iyo garaacistaa laga soo gudbo waxaa loo gudbi jiray maxay waxaa la yidhaahdo in reerkii la oodo da waayahay marka reerkii la oodayo oodiis maxay ka kooban tahay waagii hore dhulku inta badan cabsi buu ahaa bahal buu lahaa maxaa la yidhahday xayawaanka ugu dilaasan maxaa la yidhahday xayawaanada aynu naqaanay libaaxa la yidhaha ee dhulkeena ku badnaa dad iyo xoolaba halis uu ahaa marka maanta miyiyada hadaad u baxdo waxaad arkaysaa iyadoo inta badan aanu reerka oo dhammi ood ku wareegsanayn ee xeryiyo xoolaha ayaa qalada naysamaysayn laakiin waagaa hore mus baa lagu wareejin jiray reerka oo dhan ilaa aqalada korka ka xiga muska waxaa la odhan jiray musmeerto dadka qaarkoodna musjileed bay u yaqaana tusaale ahaan allaa naxariistay marxuum gaariya abwaankii weynaa macalinkii ayaa wuxuu lahaa afartaa miskirir misjileedudaa mid kaleeta waa hadal waa murtiyey maqal abuhadrow haddaynu soo qaadano midhaha halkaa ku jira waxa uu ka hadlayaa in araagtiisaasi ay u dhiganto halka uu musjileedku ugu jiro haddaan imanka af soomaaligeenu naqaano aan ku turjumo deyrka aqalku halka uu guriga kaga jiro ayuu kaga jiri jiray waay
هذا تهي مستنبات كام مسبرت وهذا تهي مسيرت كام مسجلات كام هذا حرية حولات هاي وحويا تمل لقب حي النص غيوا ولا قبل مرمى وين الباب يشى الباب كذن أماثة بلورجري كذن كي أفاف قوته وما سمعت من كرس ذا قوته كلاكله وحبيهن قاب كارا الله بيو اللي يسقسر قويو وقف كمرة يعني حقن وقوته لسوتشي ليه أنا قبسن طبعاً واحد اسميتي واحد يراه مس عرر يعني قيمتي عرني سي مسك واحد دين مجرتي هلك هاي ما تفيا رضو مرة الباب كتير عنو كري وي مركب لقي مادة هذا مسجلات كا وحلوسو كنت دك كتيري حريه كل جبود كيس كتيري ميسي جيل رويا قنا انت بدن حرتا قال له هاتري وقت كاره يسكاره مقوره بتونا يسوق مسوقالن لكن حريها بود كاكو نحتري تري وحي حانترين بترنو كلي حريها أرقا أيهو ميهم سنانترين حدي أي لو اترتنا حريها اللو دول لفتركو دو وحي سوكالان بود كاكو وي لابا حيارا أوكستا أوتا كالابرنا وحلو يقانا قوكومي محالا هلا هاي محان وحن كسو إيرا بوديون دونينا تيبوكو نقضو كو حال كيالا قبلابا يا حوشي إغلاش هاوشي يغلاش وحا لقى بلابايا وحا لا يراد اللان دير لان دير يعني لامها فريسان كرا اي فريسة دغيرا اما قار لقوتميي ايا لقى بلابايا دابدهتنا مركا كواس او ايو محان تلو كوشرحا تي احل كي جهتون كوشر يو كلامنها كي بيتلا بحيو بحيين تلبيست دوش لقى قرفانها تلبيست دوش لقى قرفانها وحا لا يرادا تلدبا لا يرادا اما يقاد laba eray ee labaduba ku caana oo loo jiray tuldabay iyo yaga quraani ma kama hayo een hal eray hawraar ee toos ku arurta erayga yaga laakiin waxa soo qaban kara mid kale tuldabay oo yusuf abdulla muuse wakiil aha maxaa la yiraahday een meeshi talena muskaba bahar ku yagtay meeshi daleeda muskaba bahar ku yagtay tuldabaha wax loo saaray ayaa dugag maray tuldabaha wax loo saaray ayaa dugag maray way gudii in maxaa la dhayboot markii soo galo xariyihii ay noomanaynaa koow laba xero kasta oo ta kala rogtaa waxa ahaan jirtay maxay qoqobay betelno kale xariyaha arig oo kala tan soo qaadano waxa lagu arki jiray wax loo yaqaan waab dadka qaar koodna ay kaaro yaqaanan oo maxaa la dhayay geedo la xariyay hawsna korka laga saaray oo ariga yar yar ee inta badan waliba gurada ama waxaan idaa loo yaqaano u badan la dhigi jiray si aanay maalinta cadceeda yaa duu rubsood oo wax ka celin karo laftarkooda uga maxaa la yiraahay uu shartar uga noqdo waxa soo raac jiray qalo oo iyadu qori sida maxaa la yiraahay binada guryaha oo kale loo sameeyey oo qoryo la taagtaagay ka samaysan qoryo kalena lagu sarbay geedigiisaba la soo xiri jiray afiro kiriyata loo sameyn jiray waxara oo iyagu wax ka dhicis badan hal iyo jiray geli jiray waxa soo raac jiray edeg oo maqasha iyo baraarku ay geli jireen waxyaabaha kale ee xerada markaad xoolaha soo gasho tusaale ahaan adhig oo kale aad had iyo jir isha ku dhufan jirtay waxaa ka mid ahaa wixii loo oran jiray mareegta mareegtu waa xaddi qoolala oo tahan yacni hadhig qoortaa geli kara neefka ilmaha ee adhiga qoortaa u geli kara oo taxan oo ku taxan xerada dhexdeeda waatiyu cabdilaahi sultaanaha mareegtaaba loo sii xira maqasha nayloode markaa waxaa daarta loogu taray meel ha joogsado way inta haddaynu ka soo baxno waxa weeyaan waxaynu ku soo koobaynaayo keliyaata oynu ugu dambaysiinaynaa qaybihii matalan ooda waxa weeyaan aqal baynu soo galay fiyaaradii baynu u samaynay albaabkii baynu u samaynay waxaas oo dhan waynu isla garanay laakiin diise maxaa albaabkii lagu xidhayo noqonaya kadinka xoolaha laga galo ama usmeertadaba laga galo waxaa la odhan jiray afaaf sidaan sheegnay afaafka waxaa la saari jiray oodo loo yaqaano afsaar afsaarku laba qaybood ayuu kala bixi jiray ood weyn oo jiida la yiraa oo geed salka laga jaraya oo iyadu fadhiisan karta iyo laan dhacama la yiraa oo dusha laga saaro waa tan ay soomaalidu tiraahdo oodo dhacameed siday u kala sarreeyaan ayaa loo kala qoray
إن وات هاي مصطفى عشر دير بين عادي ولي عشر كده حديث بين فوق ده شرنا مركز تبرامش كان وح وهيج إنه يهين وأبان إيدين سو كريو تب واحد حسوسين تب لا حسوسنا يوم حالا دير جوراجي هراء آدي يولي بجوري إن ندوب سكو حسوسين وامهم مصطفى من مصطفى عبد الرحمن محمود هنقول أيادكم ما قعدت هاي إن حالا ده مصطفى تلو ما قعد هنقول قول مكرا عي ما مركز إن معلن مذا بالوضي مستد على يرني مذا دي مركز سكو كده جنتي سؤال هذا كتير هو سؤال هو غفر أبداً إعدادك ويديا واحد سبعة غفر أبداً بعنا كنا ورتها ما عن وحيب حي حلاني مكوك قياس كراه إلا كل سقال بقولي لي استيتكي تدبي استيتكي مالها حلقة وعن مرنا مع الناشنال سيرفيس وحي لو نشر شقلا كنا كها مرنا عن أرضي بها على أن حريستي نندن تاي وعذريها سكولونا ضعناهين وعور بحمد الحسن لو نشري جاهدين تي محل رعاية هل كان كي وطن كان لقو سوحري قلنا فويدة كاملها أيام عايبي يولي بنين كالوية مكانول وعاقه وينا غيرا ويقولين مقع مركا نكا سوحي مال مال مهكا مدى يقولي فستفو كله يقول لي هذا الواحد طايني دعايات بضانا وادي واحد عايلين ايا مقع فورحون لقو بحنا ياي مداد فورحون مداكو قادتون كو بحيا هاي محادي بحنا سابان قوليو هنقول بيقولي runahan maanta aan ninka magaca ka maqlay ila maalinka maanta kamaan joogsan anigu magacay waxa uu fulximada ka leeyahay laakiin waxaan ka joogsaday xaga astaanta dhaqan ee uu yahay oo waxa uu haystay tuulka kaliya tii aan maanta wadankayga ku leeyahay uu yahay waad tahay in kulli waxa tahay macallin Secondary-ga dhiga waliba qaybta suugaanta ardayda marka wax loo dhigayo way naciib yihiin Soomaaliga xaga luqadaha iyo technology-daas iyo waxaas ay ku fooraraan caqabado ma ka qabsadaan markan aad suugaanta dhigayso ee hortaagan tahay ardaydaada horta walaahi waxaan xaga marka kalgacalka iyo xisaha ay u qabaan afkooda la eego lama oran karo een ardaydu ma xisaayaan xisaha hadii uu baro wanaagsan joogo een maxaa la yiraahday xisaha ugu xisaha badan buu kamid yahay runahan laakiin ayaan darar kale jirto waxa uu kamid yahay xisadaha aqoonta ugu yar uu leeyahay ardayga ma aha ardaygu kaliya waa xisadaha ama maadooyinka uu macallinku aqoonta ugu yar u leeyahay waayo tusaale ahaan lagu maalgeliyay ku dhashaan ka waramay inaan ilaa maalinka maanta ana inta nolosheeda inta ugu badan ee magaalnimo ku qaatay marka laga baar laga reebo xogaa aan baaris iyo waaya aragnimo iyo waliba kacaakuf ku keenay waxa weeyaan dee anigu nolosheeda dhaqan rasmi ah ku aroorta مع practical كذي يعني هاي قلت كذي أدب ويرتك مع ذلك مع اللي أنت كلا واحد نتكم لا يرابي نجيك في عيني إنه مركابة كلا أعرف صوم على جي نتكم نملاه وين الأضيرو هرميه إسكه إلى حنو ميل شو جا أدم حالة راي ورئيس لا يرتا تاسع واحد كنتا إن وعقلت فربنا كوها يرنتي لين عمنا هيش تلفتر كذا أو كل كل إنك استول الدلالة يوحف ربنا لقطي iyaga laftar kood wax ka qabado baahan waxyaabahaas oo dhan kulli kulli saameyn ay ardayga ku adkaadaan ay keenaan safahan gool kulli macallin kaliya ma aha waa suugaan iyo hal abuur hal abuurnimadiisa dhaqanka ku xeerana waxaan ku qaadan doonaa barnaamijyada kale barnaamijkan waa taxane aan dhex gelin doonaa barnaamijyada hal abuur kubir galay si aynu u barano dhaqankeenii macallinkuna diyaar ayuu inoo la yahay aynu u gudagalno aqal aqal soomaaliga markii soo qaadano oo di baranay aqalka gudaha laftirkiisii markii marayna mustafa aan ku jira xasuusiyaha xamdaye laba qaybood oo uu bowdka ka kooban yahay inuu joogni oo kala ah hoygii xoolaha waantideen yahay iyo hoygii dadkii deehantidan lahaa hoygii markaa waxaynu soo noqonaynaa dadka waxaan horta ayaan daraa maanta haddaa tiraahdo war aqal soomaaligii hore maxaa la oran jiray arrintan waxay soo qabanayaan ereyga ugu xaqiraa ee loo adeegsan jiray oo wax ku qoonaya buul baalayna waxa ka mid tahay mararka aan in ereyada marka aan maqlo tamqashada dhaqanka iyo hidaha uu igu badan yahay aqalka soomaaliga ah ee waagii hore waxa loo oran jiray dasqo noocu doonaba ahaadee aqalkaasi aqal dasa aba loo oran jiray way qaabka loo sameeyo dasada yani qaabka uu aqalkaasi u dhisan yahay ayaa noocyo loo kala qaad jiray oo tusaale ahaan oo kale gambiso lamadaryaale daara weyteyn noocyo caynkaasi loo kala saari jiray ereyga buul oo kale waxa uu ahaa aqalka ugu xaqiran
ee ay cid gasho talo maxaan imika ku sheegi kara cooshadaha yareer waxa inay u naqaano oo kale ayuu maxaa la ilaahay dhaqankii reemiga oo bul ka hisaabsana marka aqalkii soomaaliga ahaa inta sida loo oran jiray aynu ka hadlayna aqalkaas wuxuu ka koobnaa guud ahaan marka xadhigga laga reebo iyo agabka hoos yaala ismihiisa guud laba shay labada shay waxaa la kala oran jiray qori iyo heeri qori iyo heeri way qorigu wuxuu ka koobnaa maxaa la yidhaahdaayey dhowr walxood oo kale ah tusaale ahaan dhigo inta badan xidid ah waxaa lagu duubi jiray harag geel oo la jeexay oo la odhan jiray jil waayahay waxaa loo samayn jiray qaabka goobo barka waxaa soo raaci jiray udub oo isagu qori baara ahaan jiray inta badan la jeclaa in galoolka laga goosto in galoolka he laga goosto qorigaasi laba faraar leh dhigaha haya korka waxaa laga saari jiray wax dadka qaarkoodna ay lool u yaqaanaan dadka qaarkoodna xakab ay u yaqaanaan laakiin anigu aad iyo aad qolada xakabka u taageersan aan ka mid ahay waayo tusaale ahaan oo kale annagu waanu ka nasiib wanaagsanayn ardayda maanta joogta ee english uu ku barata maado kastoo maxaa loo yidhaha loo dhigaya ama carabi annaga ma tiran oo kale maadooyinkaygii inkastoo dugsi sare oo carabi markii dambe galay fasalkaygii koowaad ilaa sideedaad maado kastaan ba waxay igu baxaysaa af soomaali marka ma tiran oo kale cilmiga bulshada naloo dhigayo waxaan maxaa la yidhahda xariiqahan latatiyuriska iyo atatiyuriska la yidhaha ee isweydaarta marka naloo sharxayo de latatiyuri iyo atatiyurina loogu sheegi jirin waxaana loogu sheegi jiray lool dabeetana waxaana loogu kala saari jiray maxaa la yidhaha dhigo iyo lool shaxda ay samaynayaan ee saa isu tallaabsan ayaana horta af soomaali ahaan lool rasmi loogu yidhahdaa marka xakabku waxa weeyaan duur buu ka samaysan yahay isaga laftarkiisa jilkaa geela harag geel oo la jeexay lagu duubay wuu jilicsan yahay oo wuu laablaamaa heeryada marka aqalka la saaro inay heeryadu daacitaan samayso ayuu u diidaa qaab dhismeedkii guud ee aqalka ayaa saddexdaa shay ee qoryaha ka samaysan laakiin waxaan laga tegi karin qori kale oo hoosta raaci jiray qorigaa waxaa la odhan jiray heensaraar waxa uu ka samaysnaan jiray qodimo la taagay iyo qoryo dhaadheer oo matala sida sarabka oo kale u samaysan agabka ayaa la saari jiray oo waxa uu noqon jiray maxay miiska reerka heensaraar baa loo bixiyo heensuhu wuxuu ahaa xarkaha qaar badan baa waxay awalka ore kasoo jeedi jireen maxaa la dhahday neef xoolaa oo nool matala oo kale boqonta xadhig baa laga samayn jiray geel oo kale bergiga oo kale laga samayn jiray suunka biciidka oo kale waxaas oo dhami dhulka oosta iyo hayaala haddii ay ku dhacaan in ay hagardaama soo gaadho ayaa laga yaabaa si aan markaa wax dhibaatihii u gaadhin xarkaha oo qoyska noloshiisa qiimo farabadan kale heensaraar sababta markii hore loogu bixiyay waa taa laakiin agabka oo dhan ayaa sida miiska loo saari jiray marka qorigaa laga yimaado maxaa qorigii dadaya ayaa meesha yaalla maxaa qorigii dadaya waxaa loo yaqaana heeryada waxaa loo yaqaana maxay heeryada heeryadu waxay guud ahaan u kala laba qaybood oo waaweyn waxaan ka yara cudur daaranaya xoogaa xadada ayaan leeyahay marka hadii codka waan ka yara cudur daaranaya way labadaa qaybood oo waaweyn oo kala kacdaa maxay kala yihiin waxay kala yihiin qayb la yidhaahdo sogor qayb la yidhaa sogor sogortu ama daho waa qaybta walxaha ugu adag ee adkaysiga lehi ay kasoo jeedaan inta badan saddex shayan baa noqda waxaa noqoto saanta jircada ama lamada ah oo ka samaysan laba neef oo saca oo saantooda laysku toray waxaa kale oo ka mid a waxaa loo yaqaano aloolka oo ka samaysan duur marya lagu duubay waxaa kale oo maxaa la yidhaha sigorta ka mid a qobtalka oo qobtal aqalkii weynaa ah isagu waa rar lagu daday maxaa la yidhahda jawaano jawaanadii hore ee jawaanka caadiga ahaan jiray bacdan maanta raashinka laynoogu soo shubo maaha oo dabeetana dun shooteli loo odhan jirayna lagu tolo qotolkaasi laba qaybood buu kale kici jiro qobtalo dhaan aqalka daaha ka gala oo isagu kolo la furo kolo lagu xidho iyo qobtal aqal baa loo odhan jiray isagu dahada gala marka intaa laga yimaado korkii haddaba maxaa waxaynu ka soo baxnay qaybtii aqalka ee gidaarada meelaha u dhigmaysay waxaynu isweydiinaynaa qaybtii saqafka ama ruufka noqonaysayna maxay noqonaysaa gambisaa loo odhan jiray waxaa loo odhan jiray gambisi laba shay ayay inta badan noqon jireen waxaa loo yaqaana hararka oo ka samaysan aws
شالهانو كله هتينو اسمه دينو أو سيادة محله رغاي إن وكسب سنين تري وحاله هذا يسوع أسوسو أوسكو إن أما هركو وحنو ملاينا يا أوسكو أيده هؤلاء كي سوماليا دكوا شالين إهر لك سمايا وحوها أوسكي لورين تري مادة أوسكو صحتي أنا بدي قال لنا عمر كي ينتهى عن كرنا يو محله رغاي يسوع أسوسو دوب بتشرا سكاكي بتشرا قيسن بتشرا مرك قاركود ماشين ثالا كسمية حال ترى على الله ربنا كعبه حلف تركيا ثالا كسمية لكن حيرته وقرا على بدن ياكل كسوم عليك أنت بدن هاي أنت من أفريقيا والله كلا يرام حي يسوع حسوسه ما أتوقس الرئيسة أو سكوف وكهيجة صحتي وكسيك يو تما هويله أفرتا أوس أي أوسري وين كسيك أو أوس كا وعورة أشري حرك ومن أو إلى كسوم عليك مرا ما أنت ده تتكون هنا وهاي استان حركة دي لسوق هذا إلى كلو كسوه حركة اللي بيها بلو سوق تري من رجع سوق تري من طبعك طبعك كسوه هاي حلو رنتري إلى كسوه كي رب كسوه هانا وحلو رنتري محل هاي هذاي تشيل كسوه ثم كهات تشيل كسوه هاي لفت كيسة ويسوي كده تري نو كسوه بلو رنتري وحلو رنتري محي كسوه حركة واحد أسرع لا بد أسي ولا بد الشيء حركة يا أوسكو ولا بد الشيء أساسي كواه سمينتيس أنا ولا أنت هالرجل كريم لكن هالشغل عشري كلام كلا أو قرين لو قلت لك عليه كلام كاسين طبعا لا بد شيء بكرة كونا ما يروح لمدوبي أو يعني كيف كان كل يوم مدوبي شري يصير سومالي دي هراء يتبر كيني ومدوبي شري يفر سما ذا يعلمي كودوها كودوجن وكودوجن هين لك تبعته وايو حرركم أمريكا وقاضنا يي إيه وشيل كلا أيه ميرح داسي ما أنت مرة وياهنا كلا أفر شير مرة كلا ميرح وفسق مساوي عطانسا لكن ميرح ده هالمرة مدوبية وحيل ده ما أنت تهرر كمرة الله سمعيه هيكون مدوبية ترين هالله رمهان وحيا بقى أنا قلت لك إيه كلا دمان وانا قرنا يا ويل تحصل ده بقى لجوس مين ترين لجوس كرين ترين المبارس تحصل والمبارس تها إلا إما إيه كلا دمان يعني سيرس بيو هيدين لكن أنا حسوسنا هاي وأنا أسوي شو قيام أركي يعني ما كان لا يهينون في توس ولا ما نهينون بين شيء ده لكن إن بدن بعد بادي أو بحاي وحنا كم إذا عطتك فسحة ولا ومع لين فسحة يصير تشيد كذا كم إذا مية تيجي تري فكان مركل مية تجوا إحنا أركي تري تعصر ير وهذه تير طب صارا أكحب بأكل ده تري تري وحكلا لجو جو تري كذا جارا لجو سمين تري أو ما يروح على لجو كرو طب إذا تناسلا ما يروح على لجو كرو هذين يأكل ببير لجو شوية واحد سو بيه تري ما يروح يعني أشياء ضاين نقطة نقي مدو كو مدو ولا مدو كطلع على أقوى حدا بدل نقطة مدو جيد السنة أول ما مالا حركة أي كوسا ما يسنتهاي وعكروا رأي تريتون أس أولو نشر شار وعي مرك الله جاي يقو بين أقوى حدا حركة أو نوع أي الله كلا صار كلا حركة أوه سيا أي حبلها دق ضير أي مرك أول يبقى حركة برنايا أي كبلها بتشري سالانو كلامك أرض مرك إنه عشرة ودي إنه واحد إنه marka in ardi doonineen in habka wax loo qoro baro taa marka ugu horeysa farbarasho inuu dira xarrka farbarasho la isku dira ee ugu horeeyay jeexjeex baa loo jiray waxa ku soo xigi jiray ka darajada labaad oo isla dadka da ayartay badana sameen jireen waxa loo jiray maadhxiyaale waxa inta ka soo hada waxa noqon jiray xarar xariira oo ka bilaama saddexle shanle todobaale sagaale tirooyinka kala dhiman iyo googos ama isku joog een hararkaasi marka laga leesweydiyo aqalka halku ka galo mararka qaar kood tahada ama sagorta uu gali kara waxa kale oo lagama maarmaan u yahay gambiska waxa in ay dumar ku hadlay jeer oran jireen sinagale fuudsaar tabasaar waato Soomaalidu tiraahdo fuudsaar he tabasaar loo rogo kale way waxa kale oo heeriyada kamid ahayd baasha caanka ah ee malaha haysta wadeedkeeduna iyo luuqdeedu way aad ku macaan yihiin kabada la yiraahdo kabadu marka in yaro shagarada laga reebo inteeda ugu badan waxa ka sameysan tahay mayrax waliba geedka galoolka marka aan geedka galoolka xasuusto waxaan aad iyo aad u xasuustaa alaawna xaristee ninkii loo jiray maxaa Ismaaciil Baasarci waa ninkii barxal asal u dhintay ayaa kunisa markii halgankii ingiriiska lagu jiray ayaa maansuutay dabatana maansadaas ayaa ku xusay oo soo qaad gaar u soo qaadanaya geedka galoolka markaas ay wuxuu leeyahay gudinta iyo hangoolka iyo dhuxusha giniga geedka in la deeqay gidigin Soomaaliye maxaa la gudboono maxaynu galoolka siina
جيت كاغلو كاهيسا ومن فاتك بدل اي هذي تركب الجسمينجري لاي نقول شي صدق قاب اي لوسمينجري يعني وعلى سمينجري ما يروح على يد دف والله فيرو ان برتنك انا لا يرد وبو دف بالورنجري وعلى رايجري حرق فرتها المعديده فريرو اذا المعديده انكو قياسيو وبروغ لورنجري فاكلو رايجري حرق يقوم لا اي الكسوها اي حرق او كلابا ينكسو او مركا حرق كبد اللي سوهيو iya marka xariiqka maxaa la ilaahay xariiqka la soo hayo ay dumar ku xukun kale sheegi jireen waxyaabo ku kala duwanaayeen laakiin hadana xariiq qiyaas ahaan ka ah in xarako kala leeyo isaguna il ku soo haa way inta wax raaci jirtay sidii aynu ku sheegnay xarako kalaba qorinti oo iyaduna shaal iyo qaadin jirtay maxay meedhaxda la midoobay way waxa heerida kamid ahaayo kale sheega la ilaahdo een alalka alalka waxaan jeedaa wax kamid ah isaguna ha markay ku kabada hadaba ablaablaynayno iyada naftirkeedu waxay kala bixi jirtay saddex nooc oo la kala ila kaba dhaan aqal kale daa ka gali jirtay kabada taa ugu yar kabad aan wax qurxin lahayn oo caasho la ila laakiin hawshi kabadnimo ee kala odhan qabata iyo kabad xariir la ilaahdo oo inta badan aqalka shaladkiisa iyo gudihiisa oo maanta halka ay dumarkeenu gogosha iyo kaarbadada ka isticmaalaan malaha aqalka Soomaaliga u buuxin jirtay kunti iyo gabagabadii barnaamijka halabuurka hirgalay ayaynu ku sii saqaynaa caawa waxa marti iigu ahaa macalin Barawiin Mustafa Cabdiraxmaan Maxamuud oo ku magac dheer Hangool waa Barawiin oo dhiga Salaam Secondary School ardaydu kale intii dhigatayna way wada garanaysaa intii u soo dhigay imika heer jaamacadeed gaadhay kaba baxday intii way garanayaan intii aan garanaynina caawa baranaysaa waa macalin inoo dhigi doona amba baray ina bari doona barnaamijka halabuurka hirgalay qayb aan ka siin doono macalimiin suugaanta af Soomaaliga dhigta si ay dhalinyarada maanta afkoogi ka tagtay amba dalka ha joogaan amba ha ka maqnaadaan inta ku xidhan barnaamijka halabuurka hirgalay iyo inta aan ku xidhnaynba ay u barato dhaqankoogi afkoogi israacoogi iyo waliba erayadii af Soomaaliga ay hadda lumay een Mustafa amba Hangool sidoo kale magac dheer tahay gunti iyo gabagabadii barnaamijkeena ku siqeynaa barnaamijku caawo un buko inoo yahay waana taxana intii ugu horeysay isir eray bixinta af Soomaaliga oo kaliya caawa baranay barnaamijku waa mug weyn yahay ha kana dheeraanina markasta taxan inoo noqonaya gunti iyo gabagabadii barnaamijkan ku siqeynaa kale arday baad leedahay family baad leedahay macallimiin baad leedahay halkii aad ka salaamaysaan horta waxaan maleynayaa qoladeeda macallimiinta yaa salaamaysa marka la yiraahdo noogu daran sababtoo ah waxaan nahay dad bulsho balaaran dad bulsho balaaran ayaan nahay 1990 maxaa la yiraahdaa 68-kii ardayga aan u dhigayay iyo maxaa la yiraahdaa inantii oo ay dhashay iyo ilmihii ay inantaas dhashay oo ay iskuulkii markaa aan dhigay keentay saddexdaas aan maasha Allah u soo wada joogay soo wada gaaray marka ma garanayo cid aan gaar u koobo marka laga reebo labadeedii waalid maanta waxa nool aabaya Cabdi Maxamuud oo weli waxa xanuunsanaya ilaa caafimaad siiyo marka aabaha laga reebo oo isaga gaar u magacaabay guud ahaan bulshooyinka afka Soomaaliga ku hadasha gaar ahaan bulshooyinka reer Soomaaliland gaar ahaan bulshada baahla waxbarashada iyo weliba in maxaa la yiraahdaa qolada warbaahinta oo chance kale siisay oo niyadda laftirkooda sababta ku darayo intan macalinka waha intii aniga ay macalinka ahay intan anigu macalinka waha intii macalinka uu noqon doonto dhammaantood baan salaamayaa een waa tahay anaguna waan kula salaamaynaa kulli macalin ardaygiiba dabada haysto bulsho weyn buu ku dhex jiraa anaguna waan kula salaamaynaa Mustafa Cabdiraxmaan Maxamuud Hangool aad baan kaaga mahadcelinaa anaga iyo dhammaan bahda Star TV oo isku duuban barahan iyo casharkan aad noo furtay waliba daawadayaasha adduunka dacaladiisa jooga aad bari doonto barnaamijka halabuurka hirgalay wuxuu heegan ugu jiraa markasta siduu idinku keeni lahaa aqoon kororsi iyo waliba hal abuur da'yar iminkana uu noo furmay barnaamij aanu qayb ka siinay macalimiinta suugaanta macalimiinta af Soomaaliga iyo suugaanta ka dhigta meel kasto ay Soomaalidu degto in gaari karnaa intii noo timaadii waliba khaasatan magaalada Hargeysa kamarada quruxda badan waxa gacan ka geystay muxiyadiin injineerka barnaamijku waa Cabdirashiid Cadceed iyo anigoo Xamdaxayaad waxaan idinkaga tageynaa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh